زوجتي كانت ملك الجمال، وأنا وقت اللي شفتها عجبنا بعض يعني، وهيك حبيتها كتير، وهي كمان تعلقت فيني كتير. مسكت الجاكيت شلحتها، قلت لها روحي الله معك ولا تخافي، وراحت مبسوطة وتضحك وكل شيء. فاتت ولدت، ما بنعرف شو صار جوا، طلعوا لي الأولاد شفناهم وانبسطنا بفرحتهم. كنا خايفين على الأولاد أنا والمرأة إنه يصير عليهم شيء، وما كنا حاسبين حسابه، وطلعوها على العناية المشددة، صار يطلبوا دم وما بعرف شو. بس المرأة متوفية من وقت اللي ولدت. عاصفة ثلجية بنواجه البرد مثل الأغطية الأحرامات والصوبيات، هاي لازم يكون الواحد تدفئة، هاي أهم شيء. يعني شفتي أمي كبيرة بالعمر ما بتقدر عليهم، بسم الله نحن ستي، شو أنا بدي أدير الأولاد هذول ولا أمي بدي أديرها؟ لو فيني احكي امل هيك وبشوفها يعني شخصي، بدي اقول لها انت ان شاء الله بجنات الخلد ونامي مرتاحه، وحطي ايديك واجريك بمي بارده، وانا فوق راس الاولاد ما بتركهم وما بتخلى عنهم لو بموت. بتعرفي كنت تحكي لي قبل ما كان عندنا اولاد شو بدنا نعمل، ان شاء الله الله بيرزقنا بشي ولد، كنت انت مبسوطه وهيك، وانا كنت بتمنى معك هيك، وان شاء الله ما بتكون يلا مبسوطه.